جعل الشمس، جعل القمر نورا والشمس ضياء، والنور هو الضياء الذي لولاه لما نفعت الأعين. ما كذا يقول أبو محمد الأزدي، أبو محمد الأزدي صاحب كتاب الماء مصحح نظرية الإبصار قبل ابن الهيثم. احنا درسونا في المدارس خطأ أن الذي صحح نظرية الإبصار هو ابن الهيثم، وكان قبل ابن الهيثم يقال بأن عملية الإبصار تتم بوقوع الضياء على العين فينعكس على المبصر فيراه. ثم ابن الهيثم صرح قال لا، ما كذا، إنما يقع النور على المبصر فينعكس على الباصرة فترى. هذا هو الصحيح. وجاء ابن الهيثم بعد أبي محمد الأزدي، لكن الإعلام ضخم ابن الهيثم ولم يكن لأبي محمد نصيب من هذه، فنصبت نظرية تصحيح الإبصار لابن الهيثم، بينما أبو محمد سابق، والدورة الدموية نصبت إلى ابنه النفيس، وأبو محمد صرح بها ونص عليها في كتاب الماء، وهو قبل ابن النفيس أيضا. فالدورة الدموية وتصحيح الإبصار هذا من شغلنا احنا أهل أعمان هذا. والكتاب كتاب النفيس، طبعته وزارة التراث مؤخرا، وكان قد سرق، مر بمراحل منها أنه سرق هذا الكتاب، وسارقه حتى غير العنوان مع إبقائه على المضمون، لعل إعجابا أيضا، ما سرقه، لعل معجب بالكتاب إلى حد أنه نسبه إلى نفسه، فسماه قاموس الأطباء وناموس الألباء، السارق اللص قصد المعجب بالكتاب بدل العنوان من كتاب الماء وسماه قاموس الأطباء وناموس الألباء لأبي محمد الأزدي.